أي بني آدم ناجح بدأ بخياله قدر يعمل حاجة كانت حلم بالنسبة له. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من افهمونا. زي كل حلقه بيكون معانا موضوع بنتكلم فيه، بيكون معانا كمان تقارير وفيديوهات وحاجات كتيره جدا، بس اهم حاجه ان انتوا تخليكم متابعينا. طبعا اول موضوع هنتكلم فيه النهارده هو علاقه المدير بالموظفين، وخصوصا لما يكونوا شباب. دايما بيحصل مشاكل كتيره جدا ما بين الموظف وما بين مديره، وطبعا لو المدير غاب يومين او ثلاثه بيقول لك ان غاب القط العب يا فار. بيحصل مشاكل كتيره جدا، واساس المشكله دي بتكون بتكمن في المدير، ان دايما في مديرين كتير جدا بيتعالوا على الموظفين الشباب وبيعتبر ان هو خبره كبيره جدا وما ينفعش ان هو ينزل لشاب صغير لسه مبتدئ في بدايه مشوار حياته العمليه ويبتدي ان هو يحاول يعلمه واحده واحده، فبيحصل مشاكل كتيره جدا. هنحاول ان احنا نقول لكم المشاكل دي النهارده. معانا الاستاذ محمد عبد الهادي رئيس التحرير بتاعنا، كاتب لنا ان المشاكل دي بتحصل بسبب قله خبره الموظفين الجداد، مش زي ما اسلام بيقول ان المديرين، مع ان انا ممكن اتفق مع اسلام واختلف مع استاذ محمد ان المفروض الشباب الجديد اللي بيبقى لسه شغال في وظيفه جديده لسه متخرج من الكليه فعلا زي ما بيقولوا بيبقى عنده قله خبره، فالمفروض هنا بقى من رئيسه ان هو يستوعبه، مش يحصل الجاب او الفرق الكبير اللي بيبقى موجود بين الولد او البنت اللي لسه جايه تشتغل جديد وبين الموظف بتاعه. في ناس كتير بتتعامل على ان ده لسه عيل صغير بقى جاي وبتاع وهيرفنا بقى وهيتنطط بقى وانت لازم تتبهدل زي ما انا متبهدلت بالظبط كده، انت عايز كل حاجه بالساهل، انت لازم تطلع عينيك. واضح ان بص يا شباب بتتكلم تحس انها مرت بكل الامور دي او كل عارف كله اتبهدلت في كل حاجه. بس عايزه اقول لكم ان انا سمعت مره حد يعني مدير عاقل كده قال ان زي ما بيقولوا كده الخلطه السحريه بتاعت الشغل الناجح ان انت تضافر حاجتين مع بعض، الحماس بتاع الشباب والقوه ورغبتهم ان هم يشتغلوا ويحققوا نفسهم مع الخبره بتاعت الجيل القديم. بس الاثنين يتوافروا يعني الاثنين يتوافروا والاثنين يكونوا متفاهمين مع بعض. يعني عبد الهادي برضو من ضمن او وجهه نظره ان ممكن تكون قله خبره الشباب الجديد ما بتخليش عنده دبلوماسيه او ما بتخليش عنده طريقه في التعامل، يعني زي مثلا انت جاي بتتكلم بيقوله مثلا اعمل لي الشغل ده، ممكن يبقى الرد بتاعه مثلا هو حاسس ان هو ما فيش غيري في الشغل، ما في ناس ثانيه، اشمعنى انا اللي مستقصدني، اشمعنى انا اللي رد الفعل. بس برضه ترجع في الاول في الاخر هقول لك على حاجه يعني. تيجي تعالى نشوف النظام في الدوله عندنا بالنسبه للمؤسسات الحكوميه، هنلاقي المؤسسات الحكوميه دايما بيمشوا بشكل حكومي بحت، بمعنى ان المدير العام انا راجل، زي ما عائشه قالت من شويه ان انا اخذت مشوار طويل جدا لحد ما وصلت كلمه مدير عام، فمدير عام عندهم بتكمن ان انا لا لازم انا اللي اسيطر وانا اللي امر وانزل اعمل كذا وانزل ما تعملش كذا، وهو اللي فاهم في كل حاجه، مع ان ممكن الشاب اللي لسه متخرج ده عنده خبرات حياتية موجودة بالنسبة للشباب يقدر يغير مية المكان اللي هو فيه، ولكن هو دايما بينظرك انك انت مش فاهم، عمر ما يقدر ان هو يسمعك يقولك تعالى انت هتقدم لي ايه او هتعمل لي ايه. دايما شايف ان احنا ما كنا ماشيين على رولز معينة او قواعد معينة، القواعد دي هتفضل مستمرة بالشكل الروتيني ده اللي هو في الراجل الكبير اللي هو مدير عام، لكن ما يقدرش ان هو يقول للشاب الصغير لسه بدأ حياته ايه الخبرات اللي عندك، ايه الفكرة اللي ممكن نعملها تقدر نغير بيها المكان اللي احنا فيه. على سيرة الشباب بقى، زي ما كل حلقة بنقول في ناس عندها مواهب كتير وشباب عندهم مواهب كتير، بس ان ده يستغل ازاي؟ هي ناس بدل ما هي قاعدة بتقعد على القهوة مش لاقية شغل ولا بتعمل اي حاجة ملهاش لازمة بتحاول تفيد نفسها، سواء كانت موهبة او ان هو بيجتهد انه يعمل حاجة. التقرير اللي جاي معانا عن موهبة اتعلم وابتدى ووصل لدرجة تقريبا الاحتراف حاجة زي كده في الرسم على الخشب. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل افهمونا. شكلي بطعم الافراح لوني بلون التفاح، شكلي بطعم الافراح لوني بلون التفاح، وبطعم المانجا وكمانجا تعزف لي على الجرح ارتاح. يمكن احنا بحكم ان احنا مجتمع شرقي، بحكم ان احنا من جوانا بنحب الفنون، بتقعد تغني في الحمام، بتخرج اغنيه فلانيه بتعيش معاها وبتندمج وتعيش معاها اللحظه وتنسى كل همومك اللي في الدنيا. انا من صغري كنت بحب اتفرج على الرسومات، بحب اتابعها عشان كنتش بعرف ارسم، لغايه ما دخلت الفرقه
خاصة. الفرقة دي اسمها فرقة المخايل. فرقة المخايل دي كانت بتعمل حاجة اسمها خيال ظل وعرايس ماريونيت. عملنا ثلاث أربع مسرحيات تبع وزارة الثقافة لثلاث أربع مواسم معينين، وبعدين ما كملنا الشغل فقررنا نعمل حاجة بإيدينا، إن احنا نبتدي نسيبها على الله ونشتغل. عم أيمن نحات، ونحات محترم، أنا شخصيا بشهد له لأن هو اللي علمني الشغل، وإحنا الحمد لله كان عندنا قابلية شوية فخدنا الفرصة وعلى الله توكلنا على الشارع واشتغلنا، والحمد لله النتيجة زي ما انتم شايفين. أنا كده أقدر أقول لكم إن أنا بعرف أدقدق وبعرف أنحت وبعرف أجيب أكل عيشي ومش مستني حاجة من حد. الزبون لما جه طلب منير كان هو بيحب منير جدا وبيفاصلني على سعر، فأنا بصراحة كنت عايز أديهوله من غير فلوس، بس ما رضيتش أقول له كده لا يطمع في بيت الشغل بصراحة. هو ده اللي حصل. يعرفني لو باتت في قلوبنا جراح، مشينا على كفوف الراح، نسيني لو حلم وراح، مشينا على كفوف الراح، نسيني لو حلم وراح. أنا عايز أقول للمصريين اللي هم كلهم أهل اللي أنا بتشرف إن أنا منهم فعلا، لولا كل اللي انتوا عملتوه ما كنتش انا اشتغل. كملوا اللي انتوا بتعملوه، بس فكروا ان كل حاجه ليها حاجه وهي مجرد درجه في سلمه. احنا كده كده لازم نطلع، كده كده مشوار لازم نمشيه، يبقى لازم نفكر له علشان نوصل. الكلام خدني معاكم وما قلتلكمش انا اسمي اشرف، وانا من سكان المكان اللي انتوا بتشوفوا فيه التصوير دلوقتي، وعندي 25 سنه لغايه دلوقتي، مش عارف بكره ممكن يزيد ولا ما يزيدش. بتمنى ان الدنيا تبقى احسن على الله، واللي عنده حاجه وشايف ان هي فيها صلاح لي او فيها نجاح لي يعملها وما يترددش. في ألف واحد ممكن يقول له دي مش مناسبه، انا ناس كتير قالت لي ما تقفش في الشارع لان الشارع وحش، الشارع بيقلل من قيمتك. لا 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 خالص، انا ما سمعتش كلام حد، انا عملت اللي انا شايفه. القيمه دايما بتكون في العمل، ان الانسان يشتغل ويحاول ان هو يكافح رغم الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها، لكن اشرف قدر ان هو ينزل ويكافح ويوصل لموهبه رغم الناس كلها قالوا له هتقف في الشارع ليه وهتقلل من قيمتك، لكن الراجل كمل. بنتكلم عن الشباب دايما، بنقول لازم الشباب يكون عنده مشاركه سياسيه، لازم يكون داخل المشهد السياسي، وناس تقول لك الكبار برضو اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه اللي هي علاقه المدير بالموظفين الشباب، ان دايما يقول لك الشباب دول هيبوظوا الدنيا، ما عندهمش خبرات، ما ينفعش في المشاركه السياسيه. هي القصه واحده، دايما جيل بيبص الجيل الثاني ان الجيل ده ما ينفعش ان هو يكون موجود داخل المجتمع ولو كلمه، لكن الكلمه اكيد هتيجي، قمنا بثوره ورا الثانيه ورا الثالثه والكلمه جايه، الكلمه هتيجي، هنشوف من شاب هيكون موجود معانا النهارده. الشاب بقى اللي اسامه بيتكلم عليه ده هو ضيفنا اللي موجود معانا النهارده في الاستوديو، محمد سالم، عضو امانه الشؤون السياسيه بالحزب المصري الديمقراطي. المصري الديمقراطي. ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام. محمد، اسلام كان لسه بيتكلم عن مشاركه الشباب ووجودهم على النحو السياسي. طبعا قبل كده ما كانش فيه مشاركه خالص عامه، لا ولا كبار ولا صغيرين يعني، لكن بعد 25 يناير المفروض ان كان فيه مشاركه كبيره للشباب، لكن بعد 30/6 اكتشفنا ان 3/4 الشباب دول مضروبين بالنار، اللي واخد فلوس واللي مش عارف متسجل له ايه واللي عامل ايه، يعني حتى الرموز الشبابيه اللي المفروض طلعت بتتكلم في السياسه طلع معظمهم مش ولا بد. هل في امل ان يبقى في شباب يكمل، ولا الدنيا هترجع تتدحور بينا لزمان؟ انا ممكن اجاوبك على السؤال، بس حته ان الثلاث ارباع الشباب كتير، مش هنقول ثلاث ارباع بس، ولا كتير. ولا كتير. انا نسبه المشاركه بتاعت الشباب في الثوره وقبل الثوره وبعد الثوره كانوا كام؟ الاف، عشرات الاف. لا انا بتكلم على حلو. الرموز اللي طلعت تتكلم باسم طيب. الشباب، حتى الرموز اللي طلعت تتكلم باسم الشباب في كام حد عنده مشكله بالشكل اللي الناس بتصوره دلال خيانه وعماله والحاجات دي، مين اسامي؟
احنا مش هينفع نقول اسامي مين بس انا ممكن طيب مين اشخاص كتير. طب كام اشخاص برضو ده نوع من برضو فكره مش احنا بنتكلم على كراهيه الشباب وعلى المنظور المتعالي للشباب ده برضو نظره متعاليه للشباب اللي بتختلف معهم في الراي انك تبص لهم بالشكل ده وانك بتصنفهم التصنيف ده مش انت كشخص انما انا بتكلم على فكره التصنيف نفسها انت شايف ناس بتخطئ مفيش حد ما بيخطئش بالنسبه للشباب دول وغيرهم احنا إيه هو نوع الخطا ما هو إيه؟ انت حلو. بتاع الخطا ده ايه حلو. يعني في ناس اكيد انا بغلط وعائشه بتغلط واسلام بيغلط وانت كلنا بنغلط بني ادمين بس ايه نوع الغلط بقى حلو. ما هو غلط عن غلط يفرق طيب ايه الغلط اللي هم بيصنفوا يعني انت شايف ان الرموز اللي طلعت بيتكلموا اللي هم بمعنى صح نشطاء سياسيين زي ما كانوا بيقولوا على نفسهم في الفتره اللي فاتت انت شايفهم كلهم مظلومين او هم فعلا المواقف اللي اتحطوا فيها دي هم مالهمش علاقه بيها بص هقول لحضرتك على حاجه انا ممكن مش من النوع اللي شارك قبل الثوره كتير كانت مشاركاتي قليله جدا في ناس زملاء كانوا مشاركتهم اقدم مني وكانوا موجودين في العمل السياسي اكتر مني ويعتبروا لحد ما اساتذتي ما فيش حد ما بيخطاش خصوصا الناس اللي بتمارس السياسه لاول مره انت هنا بتتكلم عن شباب اكبر حد في القيادات البارزه او في الوجوه البارزه للاعلام ما يوصلش 35 سنه فمن الطبيعي جدا ان يبقى فيه اخطاء باشكال متعدده انا اقف معاك في نقطه معينه وهي دايما عمليه التهميش اللي احنا عايشين فيها كشباب كشباب مصري سواء انت عندك بتفهم في السياسه او ما بتفهمش في السياسه دايما شايفين ان الشباب لا ما ينفعش انت خليك مكانك انت ما ينفعش تشارك سياسيا في البلد انت ما ينفعش يكون عندك الرغبه للاصلاح وحتى لما يكون عندك الرغبه للاصلاح بيعتبروا ان رغبتك دي مؤامره انت ازاي بتتامر وازاي انك عايز تصلح حاجه معينه دايما بقولها للاسف في ناس كتير بتبقى عايزه الصالح للبلد وبتعمل عمليات تطوعيه للبلد ولكن هو بيعتبر ان ده مؤامره ما دام انت شاب صغير ومش هتفهم وهو بيعتبر انك انت مش هتفهم فدي بتبقى المشكله حلها ازاي او نقدر نقول ازاي ان الشباب المصري في المستقبل ممكن نلاقي وزير صغير ممكن نلاقي رئيس جمهوريه شاب صغير طيب هو النقطه دي كويسه لان من ناحيه التهميش هو في تهميش فعلا دور الشباب بس اعتقد عشان نبقى بنتكلم على المشكله دي بشكل موضوعي الموضوع ده ليه شقين الشق الاول هو نظره الابويه اللي الناس بتبص لها للشباب سواء الابويه دي ممكن تبقى في السلطه ممكن بالمناسبه تبقى في المعارضه ممكن في السلطه بالنسبه لهم الشباب او التظاهرات او الاحتجاجات لان دول مش في موقع المسؤوليه وما وصلوش للمسؤوليه فبالتالي مش هيقدروا يشوفوا مسؤوليه البلد زي اللي في السلطه ما بيشوفوا الحل دي ايه حل ان الجنب ده شايف حاجه والجنب ده شايف حاجه الجنب ده بينادي بحقوق والجنب ده شايف ان لا مش وقت الحقوق دي ده انتوا كده بتعطلونا وبتعطلوا مسيره الوطن زي ما بيقولوا حلها ايه هي حلها حاجه من الاثنين اول حاجه لازم يبقى في حوار جاد مع الشباب بشكل مستمر انت حابب ان انت تخلق كوادر شبابيه حابب ان انت طول الوقت انك تقرب الشباب من المشاركه السياسيه ما تهمشهمش ما تهاجمهمش ما مش اللي كل واحد تختلف معاه نطلعه خاين وعميل وقابض ومرتشي والكلام ده لان ده هو اللي فعلا بيبقى سبب كبير جدا في الاحباط انا برضو كنت بتكلم على ان نظره الابويه دي ممكن حتى تبقى مش في السلطه بس ممكن كمان تبقى في المعارضه لان ده برضو شفناه من بعض الناس حتى على تجارب يعني هو انتوا برضو ما تحاولوش تصعدوا في موقفكم قوي لان ده برضو ليه حسابات سياسيه اللي انا مؤمن بيه ان في مصر تحديدا احنا مجتمع اتحرم من حق التنظيم السياسي لمده 60 سنه فبالتالي حصل عمليه تجريف واسعه ففي ناس كتير جدا الممارسه السياسيه بالنسبه لهم كانت لسه بتبدا هل الشباب حاليا قادر ان هو ياخد مناصب قياديه بنسبه كبيره اقدر اقول في الوقت الحالي لا صح. انما على مدار 4 سنين اقدر اقول ممكن يبقى البلد بيديرها بعد 4 سنين او 5 سنين شباب لا يتعدى عمرهم 40 سنه بس بشرط انك على مدار ال4 سنين دول تكون خدت خطوات عندك مجالس محليه تقدر تثبت كفاءتك فيها هي والمجالس التشريعيه الممارسه السياسيه مش مجرد انك بتقرا الاخبار وبتعلق عليها على قد ما انت بتحاول تاخد دورك في التثقيف طيب بما انك اتكلمت عن الممارسه السياسيه محمد انت التايتل بتاعك عضو امانه الشؤون السياسيه بالحزب المصري الديمقراطي تمام ايه بقى الدور اللي انت بتلعبه ايه بقى عضو امانه الشؤون السياسيه ايه الدور السياسي اللي انت بتلعبه في مصر في الفتره دي عن طريق الحزب طيب انا بدايه ما دخلت امانه الشؤون السياسيه من حوالي شهرين
قبل ما ادخل للأمانة انا كنت لسه في أمانة الطلبة وفي منظمة الشباب، بيبقى في تدرج لغاية ما بتقدر توصل لمرتبة اعلى فاعلى على حسب مجهودك الشخصي وعلى حسب قدرتك انك تتجاوز بعض الامور وعلى حسب انت بتقدر تأدي ازاي في فعاليات سياسية او في مؤتمرات سياسية او في اي فعاليات. يعني اديني مثال كده ايه اللي انت اجتهدت فيه عشان توصل تمام للحاجة الاعلى. تمام. انا بداية لما دخلت الطلبة امانة الطلبة وصلت ان انا ابقى مسؤول ملفات سياسية، مسؤول التواصل السياسي مع الشباب الاحزاب ومع قيادات الدولة، فبالتالي قدرنا نطلع اكتر من مبادرة واكتر من حلول عملية لبعض الازمات داخل الجامعات. صحيح هي لم يستجب ليها، لكن فكرة انك تبقى مبادر وانك تطرح مبادرات كويسة وانك تقدر تتفاوض وتتكلم مع قيادات في الدولة بلا خوف وبلا رهبة وفي نفس الوقت بشكل موضوعي وبشكل دقيق وبشكل جيد، فبالتالي تقدر ان انت يعتمد عليك في وقت من الاوقات وتقدر تتصاعد اكتر من كده. على دور الشباب احنا مثلا في خلال الشهر اللي فات قدمنا بالنسبة للرئيس الجمهورية القادم قدمنا مجموعة اوراق سياسية على المستوى على الملف السياسي وعلى الملف الاقتصادي وعلى الملف الاجتماعي وعلى ملفات الصحة والتعليم وما الى خلافه، ورقة بالمطلوب وورقة ازاي تقدر تقدم ده وازاي تقدر تتجاوز ده واللي احنا طالبينه في رئيس الجمهورية القادم ايا كان هو مين او ايا كان احنا هنختار مين. فبالتالي قدرتك انك تبتكر وقدرتك انك تجمع ناس حواليك اكتر وقدرتك انك تقنع ناس. انتوا الحزب عندكم لسه ما قررش لغايه دلوقتي هو هيختار مين؟ بشكل كبير هو لسه ما قررناش، ده ممكن يبقى قرار في خلال اسبوع او التاني، بس هو بما اننا حزب ديمقراطي وبنؤمن بالممارسه الديمقراطيه ممكن يتكرر نفس الامر اللي عملناه في الانتخابات اللي فاتت، ان هو الحزب ما دام ملوش مرشح فمن حق كل عضو في الحزب ان هو يختار المرشح اللي يناسبه ويناسب افكاره ويناسب توجهاته ايا كان الرئيس القادم، احنا هنتعامل معاه طيب بالشكل اللي نقدر نتعامل معاه في الحياه السياسيه. طيب محمد، انت قلت من شويه في كلامك ان صعب دلوقتي ما فيش حد مؤهل انه من الشباب انه يكون يمسك مراكز قياديه، تمام، ان احنا لسه الموضوع شويه لكن قلت بخلال 10 سنين ممكن نلاقي ان الشباب ان هو يصلح لمراكز قياديه كبيره. هل ده بيرجع للعمليه التعليميه في مصر؟ بمعنى يعني هوضح لك اكتر، ان لو هنتكلم عن المناهج الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعات حاجات مش مواكبه للعصر، بمعنى ان مناهج دراسيه قديمه جدا مش مناسبه ولا بتاهلك انك يبقى عندك وعي ثقافي وسياسي داخل المشهد السياسي المصري. هل ده السبب الرئيسي ان الوعي والثقافه العقول الشباب المصريه دلوقتي في الوقت الحالي هي مش بالنضوج اللي هي تقدر ان هي تمتلك او ان هي تمسك مناصب قياديه؟ برضو ارجع في حته المناصب القياديه، ما بحسب المناصب القياديه دي برضو فيها تدرج. هقول لحضرتك مثال كان في وتكلمني على العمليه التعليميه في مصر برضو. اوكي، هو هي العمليه كلها مترابطه. انت مرتبط بمنهج معين في التفكير، ده بيرجع لنظام التعليم عندك. لو بتبص على دول في اوروبا او في دول متقدمه في نواحي كتير، عمليه التعليم نفسها بتبنى على عمليه النقد الذاتي وعلى التفكير المنطقي وعلى الاسئله وعلى انك تقدر تبحث مش انك تتلقى المعلومه، فبالتالي بيبقى عندك طريقه تفكير معينه بتقدر بتنتقل بيها من المراحل الادنى فالاعلى لغايه ما توصل للثانويه ولغايه ما توصل للجامعه. في المناهج التعليميه عندنا مفيش بحث علمي، مفيش نقد ذاتي، مفيش بحث بشكل حقيقي. اما بتوصل الجامعه مفيش حوار بمعنى كلمه حوار، مفيش حوار بمعنى حوار جاد، بيبقى الحوار لمجرد انك بتحاول تحتوي الشباب، مش لمجرد إن مش انك تاخد منهم او تديهم سلطه ان هم ياخدوا مواقف او تديهم جرأة ان هم تحطهم في موضع المسؤوليه، فبالتالي هو ما بيحسش باي نوع من المسؤوليه وما بيجربش المسؤوليه حتى لو رائد فصل حتى لو مدير مدرسه. ما فيش مدير مدرسه جاب مجموعه شباب خمس شباب وقال لهم تعالوا شوفوا انتوا هتديروا المكتب بتاع اداره المدرسه ازاي وشايفين المشاكل الفلانيه تقدروا تقدم لها حلول ايه. ما تعودناش على النوع ده من المشاركه، تعودنا دايما على التعالي وان الكبير هو اللي بيفهم وان انت دورك تتعلم لغايه ما توصل لمرحله كبيره. حتى برضو في الممارسه السياسيه ده برضو نفس النغمه اللي احنا عايشين فيها، ان انتوا بس دوركم ان انتوا ممكن تتظاهروا ممكن تعترضوا ممكن تشتموا ممكن، لكن مش دورك انك تبقى قيادي ومش دورك انك تبقى حد مسؤول في الدوله، انت بس يعني المفروض تتلقى الاوامر وتطيع. لا، انا مش مؤمن بده. في ناس كسرت كتير حواجز زي دي، اعتقد تجربه زي تجربه خالد تليمه في الوزاره اللي فاتت في وزاره الشباب والطفره اللي قدر يحققها جوه المراكز الشباب واللي
والانجز فيها وكميه مراحه الفساد. طب انتوا في الحزب بتعملوا دورات مثلا تدريب وتثقيف سياسي للشباب ان انت تعودهم ان هم ازاي يتفاعلوا في الحياه السياسيه؟ وبيبقى في حكومات ظل وان انت برلمان ونماذج محاكاه للموضوع ده، وكل حد بيستلم ملف وزاره الصحه وملف وزاره التعليم وملف وزاره الداخليه، وايه المشاكل اللي انت شايفها وبالتالي بتبحث عن حلول ليها وبتشوف وبتقارن ده بدول غربية وبدول كان عندها نفس الأزمات وقدرت تحلها ازاي وبتحاول تطبق ده على أرض الواقع. ده بيحصل عندنا في الحزب، وده أعتقد المفروض يبقى المشاركة فيه أوسع من كل الأحزاب ومن كل الحركات السياسية. بس الفكرة أنك تفتح المجال السياسي مش تقفله على الشباب، فكرة أنك تديهم حتى اللي بيخطأ فيهم بتديله مساحة تانية ان هو يجرب، وبتديله مساحة تانية ان هو انك تحتضنه ومش انك تعاقبه ومش انك تتعالى عليه ومش انك تطلعه خاين وعميل ومش انك تطلع له تتنصت على مكالماته الشخصية وعلى حياته الشخصية وانك تشهر بيه على المدى. طب انا في سؤال، حزب سياسي يعني قاعدة جماهيرية يعني له شعبية، دايما بنسمع مصطلح خلال هذه الايام وهي الاحزاب الكرتونية، الأحزاب اللي هي لا تسمن ولا تغني من جوع، بمعنى أن هي مجرد شكل مجموعة شباب عاملينه مع بعض مع رئيس الحزب، ولكن ليس يعني ما عندهاش أي مشاركة حقيقية في أرض الواقع. بمعنى هل الحزب عندكم مثلا نتكلم بصراحة قدر أن يروح الصعيد وقرى الأرياف والنجوع، قدر أن هو يساعد ويساهم يحل المشاكل المصرية ولا لا؟ طيب الموضوع ده أنا مش بهاجمك، بس أنا بقول اللي بيتقال، وحتى لو بتهاجم ده حق. غير الحزب عندنا، هنخلينا نتكلم بشكل اوسع من كده، مصر فيها حوالي 60 حزب. تمام. الاحزاب الفعاله في المشاركه السياسيه وفي وظاهره في المشهد ما يوصلوش 20 حزب، فبالتالي عندك احزاب كتير ممكن انت تسميها فعلا احزاب كرتونيه اللي هي ملهاش دور واضح وملهاش حتى رؤيه سياسيه بتقدمها. فبالتالي هي مجرد مقرات وفيها نقاشات فضفاضه ما بتطلعش شيء. خلي دول على جنب، خلينا في الاحزاب النشطه فعلا. تمام. لو هنتكلم عن حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي موجود في اكتر من 25 محافظه، من ضمنهم محافظات الصعيد ومحافظات وجه إبلي ومحافظات وجه بحري والأماكن الحدودية. داخل كل محافظة في أمانة، وداخل جوه كل أمانة في أمانات فرعية. تمام. شكل التواجد ده بقى ممكن نتكلم فيه. القاعدة بتاعتنا ممكن ما تبقاش زي مثلا قاعدة التيار الشعبي، ممكن تبقاش زي قاعدة الدستور، ممكن الناس كلها تشوف ان الاحزاب كلها ملهاش قواعد زي مثلا قواعد للاخوان المسلمين او للحزب الوطني، لان هنا في فرق ان معظم الاحزاب دي متكونه ما ملهاش سنتين ثلاثه، والتنظيمات عامه عشان تتبني الموضوع مش بالشكل الناس ممكن تتخيله من بره. انت ما بتدخل بيبقى عندك اعباء تنظيميه كتيره جدا عشان تقدر تبني تنظيم، ممكن الموضوع يوصل لخمس وست سنين عشان يبقى عندك تنظيم حقيقي موجود على الارض بشكل فعال. غير كده في مشكله تانية ان عندك الناس في مصر بيخلطوا دايما بين دور الاحزاب وما بين دور الجمعيات الخيريه والجمعيات الاهليه. الاخوان كانوا بيقدروا عملوا قاعده اجتماعيه من خلال ان هم كان لهم نشاطات اجتماعيه ما بين مساعده ناس وما بين ان هم بيقدروا يقدموا خدمات طبيه وخدمات للناس وبيتواجدوا معاهم من خلال المساجد. بس ده الاحزاب السياسيه برضو مش دور الاحزاب السياسيه انها تساعد الناس ماديا، دور الاحزاب السياسيه انها تقدر تقدم للناس برامج وبدائل تنتخبها عشانهم. لكن مع ذلك احنا بنقدر بنقدم قوافل طبيه، مع ذلك احنا بنقدم دعم لبعض الحالات الكوارث الانسانيه، مع ذلك احنا بنحاول ننزل العشوائيات ونتكلم مع الناس فيها ونقدر نقدم لهم بديل، ننزل في القرى مش بالشكل الممكن. ايه في العشوائيات او نعم بتقدموا لهم ايه كحزب في العشوائيات او اقول لحضرتك كان في مثلا كارثه زي كارثه عزبه النخل اللي كانت موجوده من حوالي شهر بالظبط، كان دور الحزب ان هو بيقدم اعاشات وكان بيقدم من ادويه واغذيه والحاجات اللي احنا نقدر نقدمها كحزب. اقدر اتواصل مع مسؤولين من الدوله ان انا احل المشكله دي، ممكن تتحل وممكن لا. طب بتساعدوا الناس ماديا انا هو، يبقى مش لازم الموضوع أيوة. يبقى سياسه بس. حلو، يبقى هو بس ده مش الدور لو نتكلم بجد، ده مش الدور الحقيقي لينا، ده بيبقى دور ثانوي انك تقدر تقدم للناس، ودي حاجه احنا مش بنمن على الناس بيها، بالعكس انا شايف ان ده ما دمنا نقدر نعمل ده يبقى نعمله، بس مش ده الدور الحقيقي فعلا لينا. هو الدور الحقيقي للاحزاب انها تقدر تقدم بديل دايما وتقدم برامج وتقدر تتواصل مع الناس عشان تنتخبهم، ده لو في انتخابات. انما احنا عشنا لمده 60 سنه ما فيش انتخابات حقيقيه، كان دايما حزب واحد وكان دايما
رئيس واحد وزعيم ومنقذ، فبالتالي ما كانش فيه اي دور للسياسيين او للحياه السياسيه، وما كانش فيه مجال انك تقدم ناس بديله. الناس طول عمرها عاشت على انه في خيار واحد دايما مفروض عليها، ما كانش عندها فرصه انها تختار اختيار متعدد. ولما وصلنا لاختيار متعدد اعتقد ان بقى دلوقتي برضو رجعنا ممكن بشكل ما قريب للنموذج اللي فات. عشان تقدر تطور المجتمع لازم تعود الناس من وهي صغيره انها تقدر تنتخب، حتى لو الانتخاب ده جاب لك شيء غلط، حتى لو جاب لك شخص سيء، فانت برضو عن طريق آلية ديمقراطيه تقدر تمشيه وتقدر تجيب حد غيره. والممارسه الديمقراطيه مش بترتبط بحاله رفاهيه في المجتمعات، بالعكس الممارسه الديمقراطيه هي اللي بتوصلك لحاله الرفاهيه. مش لازم ان انا اوصل لحاله ثراء اقتصادي عشان ابدا في الديمقراطيه، لا. طب ازاي الناس هتقدر تمارس ديمقراطيه مش لاقيه تاكل؟ تمام، تقدر تمارس ديمقراطية وهي مش لاقية تاكل، بأنها تغير النظام اللي هو مخليها فعلا مش قادرة تاكل، بأنها بتغير النظام اللي هو مخليها فعلا مش ما عندوش أي حلول اقتصادية. اسمح لي خلينا بس نتكلم بعيد عن الكلام الكبير والشعارات، خلي الناس المواطن البسيط اللي بيتفرج علينا يفهمنا، تمام؟ يعني احنا دلوقتي انت بتتكلم بتقول لي الدور الحزب بتاعكو سياسي، يعني انت بتلعب سياسة. طيب انت في راجل دلوقتي قاعد في العشوائيات زي ما انت بتقول، هتنزل تتكلم معاه تقول له انت تنتخب ومش تنتخب ولازم تحط صوتك، وهو اصلا بيكفر اليوم كله عشان يجيب في الاخر 20 جنيه ولا 30 جنيه في اليوم كله، هو هيفكر في ال 20 30 جنيه اللي هو بيتفحت اليوم كله عشان يجيبهم، ولا هيفكر يسيب شغله ولا اكل عيشه اللي بيجيله من وراهم ال 20 دول عشان ينزل يقف في طابور؟ هيفكر في انهي؟ ما اكيد قصه القصه الماديه مرتبطه بالديمقراطيه. اكيد طبعا هيبقى يفكر في المستوى المادي، ودي ممكن يعني انا اقولها لا هو خطا، هنعلم الناس الديمقراطيه، لا هو خطاه ولا هو خطئي ان هو وضعه الاقتصادي كده، انما في نفس الوقت ما هو عشان وضعه الاقتصادي ما يفضلش مستمر بالشكل ده، لازم ان انا اقدر افرز ما بين الشخصيات وما بين البرامج اللي قدامي وما بين الاحزاب اللي قدامي ان انا انتخب حد تاني. برضو الناس أنا يبقى اللي بتتكلم فيه هياخد وقت بشكل واضح، لازم كل واحد مرشح نفسه لازم يبقى ليه برنامج واضح، لازم يبقى برنامج واضح. مش يقول ان انا وبعد البرنامج لازم يكون فيه محاسبه واضحه وقويه بالزبط. يعني بالزبط. كل انا مثلا انتخبت فلان علشان البرنامج دوت، لو ما نفذش البرنامج دوت الانتخابات اللي بعد منه لازم ما يبقاش موجود في مكانه. ودي تيجي نتيجة التعود ونتيجة الممارسة نفسها، ان احنا عندنا تاريخنا في مصر مع الديمقراطية مش كبير وما مارسناش ديمقراطية كتير، عشان كده الناس دلوقتي ممكن تبقى كفرانة بالديمقراطية ومش حابة الديمقراطية ومش حابة السياسيين ومش حابة الأحزاب. انما لو شفت حتى ان انا لما بشوف حد مش عاجبني ان انا اقدر اغيره بآليات ديمقراطيه واقدر اجيب حد تاني يبقى ولاءه ليا. اعتقد ان مفيش حد عنده رفاهيه ان هو يتعمد ان هو يخطا او يتعمد ان هو يتجاهل الناس الا لو كان حد غبي، انما طالما عارف ان انا هتحاسب وطالما عارف ان انا لو قصرت هتحاسب، بالتالي هقدر ابذل اقصى ما اقدر عليه قدام الناس. وبرضه الناس الضمانة الحقيقية للناس انها حياتها تتحسن انها تقدر تتابع الحياة السياسية، مش تتابع المشاكل والخناقات قد ما تتابع ان في مشاكل كذا وان الحلول بتاعتها كذا وان فلان بيطرح الرؤية الفلانية وفلان بيطرح الرؤية الفلانية في الموضوع كذا، فلان شايف ان احنا ممكن ندخل في الحالة الاقتصادية ممكن نقدم ضرائب تصاعدية وممكن نقلل الدعم اللي بيتعمل في مصانع الاغنيه، وفلان تاني بيقول ان مش هي دي المشكله لازم نطور الاستثمار وان الامن يتحسن عشان نقدر نصرف على الناس بطريقه اللي هي الهبه والهديه اللي ممكن الغني ده ممكن يقدمها لنا، وبالتالي الناس هي نفسها تقدر تفرز. الناس مش عندنا في مصر حتى لو درجه حتى لو المستوى الاقتصادي قليل، بس اعتقد الناس في مصر عندها وعي وعندها استعداد انها تتلقى وعي في كل المجالات، بس احنا نديهم فرصه ان هم يمارسوا الوعي ده. هو طبعا محمد يعني ما ينفعش ان احنا نقارن نفسنا طبعا باي دوله اخرى كسياسه بسبب الظروف المعيشيه الصعبه اللي بتمر بيها البلاد، وان معدل الفقر للاسف اصبح شديد جدا. محمد سالم عضو امانه الشؤون السياسيه بالحزب المصري الديمقراطي، بشكرك جدا وشرفتنا، ونتمنى لك التوفيق، ودي حاجه حلوه مؤشر حلو ان نلاقي شباب داخل المشهد السياسي. بشكرك جدا وشرفتنا ونورتنا. اشكرك جدا. دايما في بدايه حلقتنا النهارده قلنا ان المدير والموظف بيكون في مشكله غريبه ما بينهم، ودايما بتتطرق لمشاكل كبيره جدا، عدم فهم الموظف للمدير وعدم فهم المدير للموظف تبقى مشاكل كبيره جدا. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ما بين المدير والموظف ونرجع نكمل حلقتنا مع فهمون.
thanks. Have a good day. Mr. Delaney's office. Oh, hello, Mr. Delaney. If you're not feeling well, I'm sorry. Yes, I can have that ready for you, and you'll be stopping in to pick it up? Oh, you'll stop in tomorrow. And what about the big presentation today at 2 o'clock? Absolutely, I'll have him conference you in from home. Okay. Feel better, Mr. Delaney. Revised and sent right out to you, sir. That sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. Yeah. We're all over it. Not a problem. Take care. That was close. Yeah, that was close. I can still hear you. رجعنا تاني بعد ما شفنا تقرير المدير والموظف، بس برضو الجدل لسه فيه كتير قوي. انتوا شايفين ان المشكله فين، في المدير ولا في الموظف اكتر؟ هو بما ان احنا بنتكلم بقى عن الشباب ودور الشباب والكلام ده كله، فاكيد مش المشكله من الموظف، لان الموظف لسه جاي جديد، لسه سواء بقى متخرج من كليه سواء ولد او بنت، ايا كان بقى عنده قله خبره عنده طيش، المفروض ده دور اللي اكبر منه في الشغل. ما عشان كده هي الفكره بتوصل تدريجيه. هو لو اهمل الشاب او الموظف ده، لو اهمل خلاص هو مش هيوصل لحاجه. انما لو اللي فوقيه ابتدى يعلمه ويمشي معاه واحده واحده ويدربه ويفهمه، مع الوقت هيوصل للمستوى اللي هو عايزه، او اللي الناس بتبقى عايزه تحلم تشوف الشباب فيها في المناصب اللي احنا بنتكلم عليها. بس عايز اقول لك بقى ان في كتير بقى من المديرين يقول لك ايه، ان الشباب بيتطول وما عندوش اخلاق التعامل وبيتعالى وما فاهم الكلام اللي احنا بنقوله، خاصه بعد الثوره ان ما بقاش في احترام ولا بقاش في حدود لكبير. ولا ده في نسبه يعني صح شويه، ولكن تخيلي لو مكان مؤسسة المدير فيها مصاحب الموظفين الشباب وبدون ألقاب، يعني مش سيادة الأستاذ محمد ولا سيادة الأستاذ هيثم ولا سيادة الأستاذ إسلام، لا يبقى في معاملة عادي بدون ألقاب، هيثم إسلام محمد، يبقى العلاقة في محبة وفي ان هم بيحبين الشغل اللي هم بيعملوه. ده هيجي من المدير، يعني لازم المدير يكون فاهم تربوي اكتر من هو فاهم. ايوه بص، هي دي النقطه اللي كنت عايزه اقولها، ان انا اعتقد ان اي حد قبل ما ياخد درجه مدير او يبقى مسؤول عن الموظفين، يعني اعتقد ان هم لازم ياخدوا دورات تاهيليه نفسيه. بص، هو ازاي يتعامل مع الموظفين. هو عايز اقول لك حاجه، هو بيبقى على حسب الكاركتر اللي انت في ناس بتبقى كده فعلا زي ما انت بتقولي، وفي ناس بس دي بالصدف، يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده المفروض اللي يتحط بالصدفه. احنا عايزين بشكل علمي ان اي حد ياخد درجه مدير لازم ياخد الكورس. المفروض اللي بيتحط في مكان زي كده لازم يبقى مؤهل لحاجه زي دي. يعني على سبيل المثال، وطبعا احنا لازم نقولها وما قلناهاش في اول حلقتنا بس لازم هنقولها طبعا، ان احنا بننعي الاعلام الكبير استاذ محمود سلطان، ودي مناسبه كويسه ان احنا نتكلم عليها. ان انا واسلام اول ما جينا هنا التلفزيون والفضائيه المصريه، اللي كان بيدربنا استاذ محمود سلطان، تقريبا انا واسلام شبه ما كناش فاهمين اي حاجه، يعني ولا حاجه، تمام. هو الراجل مع ان فرق السن كبير جدا وفرق العمر كبير جدا، وكان ممكن يزهق، لان انا واسلام فعلا زهق، كان ممكن يزهق مننا جدا وما يطيقش ان هو يفضل معانا كده. الراجل قعد معانا 8 شهور تقريبا، دخلنا في سنه معاه تدريب، ومش تدريب بس على الاعلام، ده كل حاجه سواء نفسيا او حتى الكاميرا، التعامل مع الناس، التعامل مع الجمهور، كل ده. فانت لو كنت ممكن اصطدمتي بشخصيات تانية. بس سؤال يا اسلام، هل في محمود سلطان تاني؟ ده اللي انا كنت لسه هقوله. لو انا واسلام كنا اصطدمنا بقى بحد تاني، وده في برضه منهم كتير، كان زمان الموضوع انهار من بدري. يعني احنا استاذ محمود سلطان الله يرحمه، كنا ممكن شباب صغيرين، يعني لسه ده جايين المبنى ما نعرفش اي حاجه، كان مجرد ان احنا بندخل بيقوم يقف لنا ويسلم علينا. ده مش موجود في اي مكان تاني، ولا موجود حتى في المكان ده. دايما كان بيتعامل اللي انا اتكلمت معاه باسلوب تربوي، اسلوب اللي هو احنا بنحب بعض، انا هحاول ان انا اعلمك. لما كنا بنغلط كان في ابتسامه، بس الابتسامه دي ابتسامه غلط. هو يعني الله يرحمه كان مش بيعلم بس ان انت ازاي تقف قدام الكاميرا وتتعامل قدامها، لا بيعلمك اسلوب حياه، انك ازاي تتعامل حتى مع البني ادمين اللي حواليك بمنتهى الاخلاق والتسامح والصبر والابتسامه الجميله جدا.
ربنا يرحمه يا رب. وفي الجنة إن شاء الله أستاذ محمود سلطان. الفيديو اللي جاي معانا بقى زي ما احنا كل حلقة كده لازم أو كل حلقتين لازم يبقى معانا حاجة كده من اليابان الصين، الناس اللي هي ما بتعملش أي حاجة غير أنها تقعد تفكر وتشتغل وتنتج وتفكر وتشتغل وتنتج. الناس دي واحنا نتفرج عليهم ونعلق. تعالوا بقى نشوف حاجة جديدة، اختراع ياباني للزحمة، نشوف الناس دي فكرت ازاي ونرجع نكمل تاني في هون. هما كتير واحنا برضو هنا كتير، بس الفرق بيننا وبينهم ان احنا في النظام. احنا يعني شفتوا العربيات وقفت، كمية البشر اللي قعدت تعدي. انا مش قادر اصدق كل الناس دي احترمت اشارة المرور. احنا لو عندنا ما كانش حد اصلا هيسيب الناس دي تعدي كده، كان هتلاقيه داخل ما بينهم ويخبط له على كبوت العربية. هي فرق بس نقطة نظام، يعني زي ما بقول احنا كتير، احنا كشعب كتير وهما برضو كتير جدا، بس الفرق اللي بيننا وبينهم النظام. نظام والعقاب. والعقاب طبعا اهم حاجة. طب نيجي نتكلم في كلمة ابديت. احنا مفروض ان احنا كلمة ابديت دي اضافة، انت هتضيف حاجة معينة. لما كنت عندي جولة في المتحف المصري فكنت بتفرج على حاجات، فلقيت ان احنا من الاف السنين اكتر من 7000 عام كمان كان عندنا حضارة وعندنا نظام وعندنا قواعد وعندنا شكل جميل جدا وناس ملتزمة وناس بتفن وناس بتنتج وناس عندها صناعة بجد. المفروض كان من المتعارف عليه ان احنا نكمل الناس دي. احنا ما كملناش وحصل جاب كبير جدا، وبعد كده بنبص للناس دي باستغراب، الناس دي ازاي كانوا عارفوا يبنوا الاهرامات وازاي في يوم مولده هتتعامد الشمس عليه وفي يوم وفاته هتتعامد الشمس عليه. قصص كتيره مش فاهمينها لحد دلوقتي، وبنحاول ان احنا نقلد الغرب في التقدم بتاعهم والابهار اللي هم بيعملوه بالنسبه لنا. طب ليه ما نحاولش نقلد من نفسنا؟ بمعنى هم لحد دلوقتي مش عارفين يوصلوا للحضاره بتاعتنا ولا هيعرفوا يوصلوا، ما تيجوا احنا نحاول نقلد نفسنا، نبتدي نرجع للتاريخ نشوف الناس دي اللي احنا اصولنا المصريين الفراعنة كانوا ماشيين ازاي في حياتهم، نحاول ان احنا نقلدهم في اسلوبهم. يعني انا كده بعتبر ان انا بقلد نفسي ان انا كنت كويس وبقيت وحش. طب ما ارجع اقلد نفسي ايام ما كنت كويس كنت عامل ازاي. عارف انا بعتبرها ازاي؟ زي ما يكون اب كان عنده ميراث كبير جدا، الاب ده بعد ما مات كان عنده اولاد، الاولاد دول ضيعوا كل ميراثه. بص والله عايز اقول لك احنا مش عارف، يعني انا حاسس ان المشكله فينا احنا كشعب. يعني في طرق كانت القوات المسلحه بتعملها الجديده في مصر الجديده، الطرق دي زمان كنت تمشي فيها تلاقي الطريق زحمه ما بتحركش واقف ما بتحركش. بعد التوسعات اللي عملتها القوات المسلحه انا مشيت في طريق بالليل فرحت جدا لما شفت الطريق وقلت يا اخيرا الشارع ده مش هيبقى زحمه والدنيا هتبقى حلوه. تاني يوم الصبح هي نفس الزحمه وهي نفس الشلل. طب ايه؟ ما هو الشارع كان قد كده اهو والطريق زحمه واقف ما بيتحركش، الشارع بقى قد كده اهو وبرده الطريق زحمه واقف ما بيتحركش. طب المشكله عند مين؟ المشكله ان ما حدش بيمشي بيلتزم بالحاره المروريه، كل واحد لا لازم امشي في النص او ان انا ادخل على اليمين على الشمال من اقصى اليمين لاقصى الشمال. ما فيش نظام، كلمه نظام دي هي مش موجوده عندنا. ان احنا حتى لو عملت اربع شوارع جنب بعض وفتحت الطرق على بعض وسفلت وعملت، هي المشكله فعلا في مشكله في السفلات، ان في مطبات كتير وان في بعض الاشارات الارشاديه مش موجوده. بس المشكله الاكبر 75% من حل مشكله المرور او 90% هي سلوك،
هي سلوك الناس ازاي تلتزم بالحرم المرورية بتاعتها، ازاي تعرف ان هي اشارة يمين هدخل يمين مش اشارة يمين على ايه بيدخل شمال، هو ده النظام. عايشة لا هي انا عمال افكر في حالي مشكلة المرور دي مش عارفة يعني. ما انت قلتيها العقاب. العقاب العقاب. فاكرين زمان لما القانون بتاع الحزام الناس كلها عشان كان في عقاب وكان عقاب فوري الفلوس بالزبط. كان يعني فاكرين فيلم بتاع هاني رمزي لما رسم على التيشيرت بتاعه تشوف اللجنه من على بعد، الناس كلها بيبقى نظرها 6 على 6 شهر بتشوف اللجنه من عن بعد، ترمي اي حاجه في ايدك واجري شد الحزام بسرعه وبتاع مش عارف. وعارف لو في بقى زي ما بيقولوا شفافيه كده وفي رغبه فعلا في ان انت تحل المشكله، افرض غرامات جامده جدا وخدها في ساعتها، والفلوس اللي هتجمعها دي اصرفها ان انت توسع طرق، تعمل منافس جديده للشوارع. يعني موضوع لي حل، بس انا حاسه ان مفيش اراده يعني. الله اعلم مفيش اراده اكيد طبعا، بس يعني في الاول وفي الاخر هو الموضوع احنا كل حلقه بنتكلم فيه خصوصا موضوع المرور ده او عامه النظام او العقاب، كل حلقه بنقعد نتكلم فيه بايا كان شكل من الاشكال، لان زي ما بيقول احنا في الاول وفي الاخر احنا بنعبر عن راينا بصفتنا شباب مش بصفتنا مذيعين، بنتكلم بلسان الشباب زي ما انتم كده بتبعتوا لنا على الفيج بتاعتنا، فهمونا على الفيسبوك تقولوا لنا على المواضيع اللي انتم حابين ان احنا نتكلم فيها. النهارده حاولنا على قد ما نقدر نجيب فيديوهات ويكون معانا موضوع ويكون معانا ضيف. هنستناكم تبعتوا لنا على البيج بتاعتنا، فهمونا على الفيسبوك تحبوا تشوفوا ايه معانا في الحلقات اللي جايه، ونشوفكم الله ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير، ومصر واهلها دايما بخير، والسلام عليكم. هقول كل اللي عندي لو هكسر الحواجز، اتمنى تفهموني وان اكون بديكوا حافز بمنتهى الصراحه مع كل احترام، هي دي وجهه نظري من غير لف ودوران. هقول كل اللي عندي لو هكسر الحواجز، اتمنى تفهموني.